ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعة ما تمشوا إيه يعني دي. فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وسقى كلب مش مكان معاه دلو يجيب له ميه، ده ما لقاش دلو فخلع الخف بتاعه بقى يملى الميه فيه ويسقي الكلب. والكلب ده طبعا اخلاص في العمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى ايه رضاه في ايه؟ فلا تحتقرن طاعه معه، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما. اوعى تقولوا دي ايه، ده بسيطة دي يعني. فإن الله قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشاش الأرض. التالتة ايه بقى، دي مهم من القياس الاجتماعي، وأخفى أسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما.